شكرا. تعرف على طريقة وكيفية إيجاد الحساب لا يعمل على تطبيقكم، أبشر. قم بالضغط هنا على طبق الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق أبشر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق أبشر، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم أبشر. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.